أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من فرنسا، هاجرت إلى هذا البلد ولكني لم أنوي الهجرة لأن صاحب العمل يستطيع أن يسفرني متى شاء لأن العقد يتجدد كل سنة، فهل فعلي صحيح؟ أنت لم تأتي مهاجرا، أنت جئت عاملا، أنت جئت عاملا. الهجرة لو انتقلت أنت بنفسك بدون أن أحد يستقدمك، انتقلت وسكنت مع المسلمين في بلادهم، هذه الهجرة. أما أن تأتي عاملا تقول أنا مهاجر، لا أنت مهاجر، أما يصير هذا مهاجر مقيس الذي جاء في الحديث، هاجر من أجل امرأة، أنت هاجرت من أجل مال ومن أجل طمع. نعم. انت أحسن.